وريهم الشجاعة. ايوه اديله فش اديله فش. ايرون كولوم بينتصر، ايرون كولوم بيتوجه وهم لسه وراك لسه وراك يا غبي. الوقت وقف زوره وايرون كولوم بيدي له فشه وبيدي الثاني وبيدي الثالث ويمسك الرابع واعطى له فشه. مساء الخير صباح الخير زي مش الناس شلون في نارتش اخواتي، معانا فكرة تجربة جديدة في مايكروسوفت. طبعا اخواتي في الاول يعني دخلت عالم زي ما انتم عارفين انا كريتيف، العالم مسطح ليه اخواتي؟ عشان هنعمل حرب ما بين الفيليجر والبيليجر. طبعا اخواتي اول حاجة نعملها نبحث على قرية فيليجر. طبعا اخواتي هنعمل حرب ازاي؟ هنجيب 15 ايرون جولو تمام يواجه الغزو بتاع البيليجر. هنشوف اخواتي هيقدر يصدوهم ولا لا. اول حاجة ولا حول عرب هو الانجليزي. اول حاجة نبحث عن قرية فين الفيليجر. تمام ولا صحح الامر. ايوه في قرية في قرية قريب عنين تي بي طبعا 320 سلب 320 بس خلي ارتفاع 6 بلوكات عشان هيك الارض اصلا مسطحه فيكون لها 4 5 6 بلوكات سالب 432 تمام ولا اخلص. ايوه انا كده في القريه في القريه تمام فات. فاول حاجه نعمل كام زي ما قلت 15 ايرون جولم دخلاف اللي هم معاهم. طب ثواني بس حاسس اللاج غريب اصلا في الكمبيوتر. خلاص يا ورق يا ورق يا حبيبي. ايوه ايوه خلاص خلاص تمام. بعد كده فات نعمل سمو تمام ايرون جولم ايرون جولم تمام. مثلا ربنا لنا واحد بصراحه مش عارف نعمل كوماند بلوك انا اقدر اصلا بالعبيط. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 في حد بيزق لنا 10 ايوه ماشي 10 10 11 12 13 14 كده 15 كده اخواتي 15 ايرون جولم زي ما قلت لكم. بعد كده زعيم نبدا ناخد الايفكت تمام. اول حاجه نعمل ايفكت نعمل سلاش ايفكت. بعد كده اسمي تمام يا زعيم. بعد كده نكتب الايفكت يا اخواتي تمام 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 يا زعيم. نكتب اخواتي الايفكت تمام ونكتب قدرته نخليها 1000 هي 1000 حلو معلوم تمام يا زعيم. بس متاكد انا اخذت الايفكت عشان فينا اخواتي هيبدأ الوقت يهجموا على القريه. اه تمام فهم خلاص اصلا هيبدأ الوقت يهجموا على القريه. شغلوا الجرس القرويين شايفين اخواتي كلهم بيقروا. عايزين نشوف بس الايرون جول هيقدروا عليهم ولا لا. ولما تكتب لاخواتي اللي فوق العلامه الريد دي هيبدا الغزو على الطريق. ادوع وانا جايبك ولا انت اللي حبسك هنا انت اللي حبسك هنا عاد كنت سوي على قلبي. لا فين العركه شغاله؟ لا فينهم ولا رزبوا فين دول ولا ضربوا ولا ازاي يعني فين هم ازاي يعني في اه كم يتخانقوا هنا مع الايرون جولو. طب ايه يعني انا مش هم ندور عليكم فين؟ طيب يا جدعان اه اللي عارفين لا ده بيقتل اهم شايفين اخواتي مجزره مع الايرون جولو. طبعا هم لو اخواتي داخلين راح اجي اسلف ايوه وريهم الشجاعه. ايوه اديله فش اديله فش. ايرون جولو بينتصر ايرون كولوم بيتوجه وهم لسه وراك لسه وراك يا غبي. الوقت وقف زوره وايرون جولم بيدي له فشه وبيدي الثاني وبيدي الثالث ويمسك الرابع واعطى له فشه. والله انت شكلهم كثير رخم علينا 15 واحد بس ايرون جولم براكم كل يا جدعان يا جدعان يلا حبيبي. والثاني واعطى له على وشه ودي له والله لا بس شكله هيموت الايرون مان ده عشان كله اتلموا عليه. ايرون جولم مات انا قلت لكم عشان كله اتلموا عليه. دول داخلين شو احنا نعمله طيب؟ طيب مش تبقى المعركة في النهار ست دقايق. الله حبيبي الله ده دخلوا خرب بيتك يلا يلا هيموتوا يا خرب بيتك ولا خل ايرون جولم يلا انا عملتكم منكم كتير يا واطين انتوا يا ورعين هيختصبوا الراجل يا جدعان نقع في زور الله اختصبوا والله انتوا مالكم عازو. ايوه ديلو تلموا اثنين ايرون جولم عليهم نكفي بس نظرة ام الاوامر دي كلير وديله نقع في زوره والنكعة الثانية لسه تبدأ غزوة ثانية لسه هتبدأ غزوة ثانية
تعرفين ليه يا اخوات الغدا مش هتخلص؟ ان انا اصلا مكتر الوقت وخليها 3000، انا المفروض كنت خليتها 100 اصلا، هو الطبيعي كان تقريبا 150. تقريبا الطبيعي كان 150. فالمعركه كانت اقوى والله. لا اخوات ده المره دي كتروا وبقوا معاهم في سحرين سحره، الله ايرون جولم تتنين من هنا يصدوا لهم. ايوه والله لا اهو هنا ايرون جولم، لا لا وهناك كذا ايرون جولم بس اغبياء بيعدوا. لا لا ايه ده، ده دخل ورا البيات. اللي نعرف ان البيلجر ما يقدرش يخش البيات، ازاي فتح الباب ودخل ورا القروي؟ دي الفرات. طب يا ابني استخبى انت شغلت رمح يخرب بيتك والله وانتصر. لا الله الايرون جولم قوي يا جدعان، ده انا كنت فاكرهم ان هيدعكم. فين بقى الحرب الثالثه؟ هيتم الشريط هيبدا الحرب. بدأ الجرس، الجروس بدأت. معناه ان الحرب قادم، لا مفر من الحرب. اهو والله مرة دكتور يا جدعان، وجوب الخنزير اللي معاهم. يلا حبيبي والله كتروا، ومعاهم اسلحة متطورة، معاهم البو متطور. ولا 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 دح سلخ الايرون جولم. لا 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 سنة كتير ايرون جولم، في 4 ولا 5. يخرب بيتكم المشكلة الخنزير القذر اللي هم راكبينه ده، هو ده ضخم وقوي. شايفين براسه يضرب براسه. ولا اوعى تقول لها موتك ايرون جولم. لا لا ايرون جولم بس مشكلة الضرر كلهم، بس انا مش هنساعد حد. هو اتلفاها تلفوا في زوره تلفوا في روسه. سنة كم واحد؟ 1 2 3 4 4 بس متدررين خالص يعني، وقت متهشمين. لا واضين دول اللي هناك مش عارف مش عارف. يلا اوعى ولا انت هناك تعرف مع مين. يهبل يهبل، شايفين الاهبل ده ايوه والله كتروا المرة دي. سامعين 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 بوق الحرب. اديله ادي، روح ساعد اخواتك هلا، روح ساعد اخواتك هلا، خرب بيتك روح ساعد اخواتك يا حبيبي. ايوه لما على دي ولا ولا هيموت 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 الايرون جولم. خرب بيتك سلخوه، جابوا لك سلخات. ولا ولا خرب بيتك داخل مع صديقك يا واضي. هنجيب حبل والله نكرههم، شكلها كده مش هتاخد اغرب حبل. عندنا ممنوع ان انا نساعدهم والرسم الثاني فلح بالحبايه كانت. ايوه تعال تعال قذر بتقتلي انت. ايوه ينفع يجي ينفع يجي. تعال 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 ساعد القذر ده اللي هي انت مكركر زي المعده بس مش ما عارف ايه دي. انتهى شكل الحرب. انتهى الحرب؟ لا لسه في واحد شكله مستخبي فين؟ واحد بيضرب طيار. يبقى انتهى الحرب يا زميلي، انتهى انتهى. يبقى هم فازوا اخوات الايرون جولوم. انا لسه معي الافكت الملعون ده. لا خلاص بس فازوا 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 فازوا. شايفين؟ بيضرب العاب ناري. هات التوتم داش الصراحه، التوتم ده انا ولا شايفين؟ فاز فازوا فازوا، حتى العلامه بتاعت الريد اللي فوق انتهت حبيبي. والله ال 15 ايرون جولم فازوا فازوا بجداره. طب استنى خلاص استنى عاوز اشوف بس العالم ده فيه العالم بتاع العالم بتاع اسمه ايه ده؟ ايوه بليجر. لا ما فيهوش فيهوش قصر بليجر. كنت هنعمل قصر بليجر ويا معلم واخواته وندخل عليهم 15 واحد ايرون جولم، هنشوف هيقدر عليهم ولا لا. طبعا اخواتها هننزلها ممكن ندخلهم جبال الوزر بوس صمم. طبعا اخواتها اول حاجه نشيل النظره والقذره دي عشان انا جريت. بعد كده نعمل تايم سيت داي. بعد كده اخواتي هنعمل هنجيب الكوماند بلوك. نشيل الكوماند بلوك انا هنحتاجه. ممكن نعمل هنا قفص كده ونحبس مثلا الوزر بوس مع 100 ايرون جولم قفص. تمام اخواتي من اللي هو الحجارة المكس. طبعا اخواتي او ممكن نعمل قفص كبير ونعمل فيه 10 وزر بوس و100 ايرون جولم. بس طبعا هي ان شاء الله في فيديو تاني. اما الفيديو دي اول حاجة هكتر القذرين دول عشان القذرين دول هي هبشوا هبشوا يعني. فنعمل سامون فن سامون سامون ايوه لا لا فن ربيت. خلاص نعمل احنا جديد نعمل امر جديد سامون ايرون جولم. انا اعمل اخواتي منا بتاع مثلا 10 شوف هيقدروا عليها ولا لا. 10 1 2 3 4 5 6 ترجعليش كده 6 7 8 8 9 10 ايوه. بعد كده اخواتنا نبدا نعمل الزعيم الغبي 1 2 ايوه هتقدروا عليه بس انا مش عارف انا بصراحه. يعني ربنا معاكم ان شاء الله كده وتقدروا تهزموه. تلموا عليها والله تلموا عليها وتبدوا له في وشه هنكحهم. شوف ال 10 تلموا عليها واديله لا 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 اديله في راسه اديله. شايفين شايفين تحدي رهيب بس نكحهم نكحهم
والله لك احا بس مش هو عالي هم ده على هنكعر هنكعر بيت ولا تموا عليه بيت بدنا نكحه والله نكحه طبعا نكحه وقعد والله بدهم في راسه بدهم في زور والله ولا لا لا ما تسلمون تسلمون بس مشكلة هم مش طايلينا اصلا مش طايلينا لا 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 دغش بصراحة ان هم مش طايلينا انا كنا عايزين نخلوه قفص خليه واقف زي الكلب ده معاهم فشكله اي واحد هيكتشف اصلا هيكتشفوا هيكتشفوا اه في يا خلاص احترم نفسك احترم نفسك الله الله تموت الله الله تموت استنى بقى المشكله هم مش طايلين مساكين والله هم مش طايلين مش عارف المشكله ان هو عالي اصلا عالي هم مش طايلين هو شغال ينكع فيهم اصلا حتى الغبي ده اللي بعيد مش راضي يساعد في وقت والله مش عارف انا حاجه مش راضي يموت زي زيه شايف بينكع في الايرون جولو انكع يلا انكع يلا ربيتك ودمر كل حاجه في الطريق ولا موت البقره ولا 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 لا ولا 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 يا خلاص يا خليك محترم خليك محترم خليك محترم شوية وانزل لهم لو انت اوزر بص اسعى على حد يا واطي انزل ولا ورا 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 الكروي ولا ورا اشتغل 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 مش كلمات ما تهمش شغلك والله والله ايوه مو خبيت لا لا نكحهم لا 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 يا اخي لا 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 يا اخي لا لا يا اخي الله هبش انت تهبشهم انا قاعد يا استنى استنى كده اول حاجه نعمل افكت افكت تمام لا يا اخواتي افكت القوه تمام يمكن نعمله اكتر فتره عشان بصراحه يعني نبقى كده 255 تعالى يا ورق تعالى يا ورق نعمل تايم ولا تايم معلش تايم سيد جاي تايم سيد ولا ايه سيد جاي السول غبي ده بيهجم في بنتش في الكل تعالى تعالى لكسر راسك لكسر راسك نكعت نكع واحدة والله نكع واحدة مستحمل غير والله نكع واحدة مستحمل غير انا خلاص قوت جبارة قوت 255 قلب مرة واحد يعني اوه سامون تمام تمام ولا ولا اسفين شايفين الزومبي العملاق زومبي العملاق ديلو 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 ايرون جولو ديلو ديلو والله كحرة كحرية شفت حجم الزومبي كان عملاق ضخم جدا لا انا بس حبيت مرات كده كان ماهم فري استنى انا هلا ورا صغنى حتى بكري حاول امحى طمح بشوف حيموت ولا في يا اسطى مع السلامة مع السلامة مع السلامة هم من نقدر ابقى زي بدي شو اللي عم كلمة مايكروف دي ايش دي هو لا ده معف ده يقول كسب على اسيا قذر وبكده اخوات لما كنت تعرف النهارده رد خط عليكم في القناه فعلوا زر لايك وهذا الشيء نستمر نشر تذكر وقت الفيديو تقول لي اخواتي بالافكار اللي حلوه طبعا وتستمتعوا بيه يعني نستمتع احنا اخواتي نعملها معاكم وبدو بعافيه اخواتي سلام.